الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. في قوله جل في علاه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واذكر زكريا إذ نادى ربه، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر زكريا إذ نادى ربه. وهذا النداء كما قلنا فيها دلالة واضحة جدا على أصل التذلل والتضرع والمسكنة، وبيان الفقر لله جل في علاه، بيان الفقر لله جل في علاه، أن يفتقر المرء لربه جل في علاه حتى يأذن الله له بالاستجابة، والله على كل شيء قدير. فاستجبنا له فكشفنا ما به، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. قال: وزكريا إذ نادى ربه، كما قلت، تضرع وتمسكن ورفع يديه. وسورة مريم بين بإيضاح كيف تم أن زكريا بعد هذا الأمد البعيد دعا ربه جل في علاه، لأنه دخل على مريم فأرذ عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هنا الآن المسألة لفت الانتباه، لأن زكريا عليه السلام يعلم بأن الله جل في علاه عند ظن عباده، ويعلم بأن الأسباب مهما كانت، وأن المسببات مرتبطة بالأسباب، لكن إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه، وإن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فالله جل في علاه أوزع في قلب زكريا لما نظر ووجد أن الله تعالى أتى لها بمنائح من طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، فلما نظر بذلك واستيقن، هذه زيادة، واستيقن بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير. وكما قال إبراهيم عليه السلام عندما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فاطمأن قلبه فرفع يديه لله جل في علاه داعيا راجيا أن الله تعالى يرزقه الرزق الحسن بالولد الصالح. وزكريا إذ نادى، وهذا كما قلنا إن كان فيه نداء ففيه قمة التضرع لله جل في علاه. وزكريا إذ نادى ربه، وكما قلنا بأنه أتى بالربوبية لمناسبة المحل، لأن الله جل في علاه يعطي ويمنع، وهذه من لوازم الربوبية. قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هنا في قوله: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فيها دلالة أيضا واضحة على حاجة الإنسان وعجزه ونقصه، فاحتاج إلى الولد.
قال رب لا تذرني فردا وحيدا بلا ولد وريث لهذا الخير. طبعا هو الذي يرثه يرثه في هذا الخير، يرث العلم والنبوة والحكم، وهذا أعظم ما يعطى الإنسان في هذه الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأنت خير الوارثين أي أفضل من بقي حيا سبحانه جل في علا. وقد قال الله تعالى: كل شيء هارك إلا وجهه، والله جل في علا على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، كل شيء يفنى، كما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فاستجبنا له في كل دعاء جاء من صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وتجد أن عقب ما دعا ربه جل في علاه قال الله تعالى: فاستجبنا له بالفاء، والفاء هنا للتعقيب والسرعة، هذه معناها بأن الله سريع الاستجابة، هذه معناها بأن الله سريع الاستجابة. والحق بأن هذا يظهر جليا إن صدق المرء ربه جل في علاه فرفع يديه مجتهدا لله، فإن الله لا يضيعه ولا يضيع عليه خيره الذي هو فيه. فإذا رفع يديه صادقا لله جل في علاه استجاب الله دعاءه. وكما قلت، كل داع راج يرى من نفسه أنه لن ينزل يديه إلا والله جل في علاه قد استجاب له. إن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. وزكريا نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له فاء للسرعة والتعقيب. وانظر كيف أن الله ألهمه الدعاء، لذلك أسرع له في العطاء. وهذا على ما قلنا: كان الله في عونك. أعرف أن الغياب ليس بملكك وليس بيدك، ولكن هناك من يرزقه الله جل في علاء التوفيق ومن يغزل. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين، ونسأل الله أن يجعلكم جميعا من الموفقين والموفقات. اللهم أمين رب العالمين. وكما قلنا، لله حكم وشؤون في عباده، لله حكم وشؤون في عباده. كان بعض الإخوة يكلمني في النهار من قبل المغرب، قبل العصر بوقت هكذا، فسألني عن مسائل معينة، لأن ممكن أوراق الشجر التي تكون يانعة جدا تتساقط سريعا. طبعا تتساقط لأمور معينة، لأن هناك من وراء التساقط للقص فتتساقط، وأيضا تتساقط وحدها، وأيضا الله ينشئ لها سببا للتساقط فتسقط. لما تسقط هذه الأوراق؟ لأن هذه كواشف، لأن الله تعالى يخرج مكنون المرء ليظهر صدقه في هذا الباب. لله حكم وشؤون في عباده، فهو يختبرهم ليظهر صدقهم، فإن كان صادقا سيبقى ولو العواصف كانت ممتلئة وملأت الدنيا بأسرها، وإن لم يكن واختبار الصدق قد ظهر وأنه ليس بصادق، الله تعالى يقول: أنت لست محلا قابلا. والله على كل شيء قدير. فلله كواشف. كما دخل الرجل عائذ بن عبد الله، هو صحابي جليل، على أمير المدينة وأهل المدينة، قال له: يا أمير، إني أعوذ بالله أن تكون من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. فقال له: دعك مما تقول، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: ليس في أصحاب محمد نخالة، ما كان في أصحاب محمد نخالة، النخالة كانت في من بعدهم. فأصحاب رسوله كانت نقاوة. ولذلك حقا والله، فإن الله جل في علاه قد يختبر كثيرا من الناس بمسألة النخالة والنقاوة، يختبرهم اختبارا مزلزلا من أجل أن يرى فيهم الصدق. فمن كان صادقا أبقاه، ومن كان كاذبا نفاه. والله على كل شيء قدير. إن الله جل في علاه بقدرته وعلمه الغيب جعل إبليس لعينا، وما كان من ملك من الملائكة يتصور يوما ما أن هذا هو إبليس، وكان قد فاقهم عبادة لله جل في علاه، وما كان أحد قد يتصور يوما ما أنه كان من إبليس. ما في، الله تعالى عليم حكيم. لذلك لما قالوا: أتجعل فيها مفسد فيها واسفك الدماء، أخذوها على الظاهر، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال من دنياها، كما قال ابن كثير، قال بأن الله قال بذلك أيضا لفت الانتباه إلى ما كان عليه إبليس. فالله يعلم مكنون ما في صدره، لذلك جعله لعينا إلى يوم القيامة. لولا أن الله تعالى يكشف عن الغوامض، أو يكشف الغوامض بالكواشف،
لما دخل وحشي الجنة قاتل حمزة، لما دخل وحشي الجنة، ولما دخل أبو جهل سيد مكة النار. والله كما قلت له كواشف يكشف عن المضمرات غوامض القلوب، وله حكم، وقد يجعل الزلل في الوسط من أجل أن يكشف، لأن هذه كما قلنا الله تعالى يجعل دائما في طريق الخير بعض العراقيل فقط لإظهار الصدق وأيضا لبلوغ المعالي. بلوغ المعالي لابد الإنسان أن يكون عليه ما عليه من بعض الضغط الذي لا يستطيع أن يتحمله، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال فاستجبنا له، سرعة الاستجابة من الله جل في علاه. وكما قلنا شوف يمحص الله هكذا، جعل الله أبا جهل يقول أقطعنا للرحم، يعني هو الآن أهلك من كان أقطعنا للرحم، فأهلك الله جل في علاه. وأراد الله جعل العطاء لزكريا وهيأ له الأسباب، فرفع يديه فما ردهم الله صفرا. قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ووهبنا له يحيى يعني وهبنا له ولدا صالحا، وهو كان قد دعا الله جل وعلا بذلك. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه. وإصلاح الزوج هنا فيها أقوال ثلاثة: إصلاح الولد يعني أصلح امرأته حتى تحمل، حتى تكون محلا قابلا للحمل بعد أن كانت عقيمة. قال ابن عباس بن جبير وقتادة قالوا إصلاح الزوجة أن تحمل، أن تكون محلا قابلا للحمل. ثاني: وأصلحنا له زوجه في قوله وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قال علماؤنا أنه كان في لسانها طول أو البذاء فأصلحت. قال عطاء وهذا خطأ بين هذا خطأ، وإن كان عطاء قال بذلك والسدي. وممكن لا نستبعد لعلو المكانة نعم لعلو المكانة، لكن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يعطي إلا الطيب. قد يقال نوح وأيضا لوط، قلنا هذه خرجت عن القاعدة ليبين الله تعالى أنه أن صلاح الصالح لا يفيد الفاسد. ولذلك قال الله جل في علاه وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. فكانت خرجت عن القاعدة. فالغرض المقصود الحق أن يقال بأنه أصلحنا له زوجة وأصلحناها لتحمل، وهذا والله تعالى على كل شيء قدير. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الأسباب لا يمكن أن يعني الأسباب لا يمكن أن يركن إليها المرء، لا أنها تجعله سلبا ولا إيجابا، وإن كان يأخذ بها هذا كله تطهيرا للقلب حتى لا يلتفت إلى السبب. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. وعليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. قال وأصلحنا له زوجه، قيل يعني أصلح خلقه، وهذا كله مرفوض، هذا كله مرفوض. وأصلحنا له زوجه الأصل فيها أنه أصلحها أن تكون محلا قابلا للحمل، وما قيل بعد ذلك قد وقد ولكن الاستبعاد أقرب منه إلى القبول، أقرب منه إلى القبول. نعم. قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذه أيضا فيها إشارة إلى أسباب استجابة الدعاء، على أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأنهم يعملون الطاعات. فانظر في الأسباب بأنك لابد أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، لابد أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، وهذا العمل الصالح من أعظمه الاستغفار والذكر. نعم، تكون أقرب إلى الله جل وعلا بكثرة الذكر، لأن من ذكر الله ذكره الله جل وعلا، ومن ذكره الله جل وعلا أثنى عليه حسنا، ومن أثنى عليه حسنا وفقه ورعاه، وإن الله على كل شيء قدير. قال قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. في قول الله جل وعلا يسارعون في الخيرات فيها دلالة هنا على المسابقة والمنافسة
وأن العبد الصادق لله جل في علاه يسرع ويسارع في الخيرات والمسارعة في الخيرات المبادرة بها، كما ورد في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا مضغية أو فقرا إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر، بل الساعة قال أو الساعة والساعة أدهى وأمر. والله تعالى لما تكلم عن الآخرة قال: سابقوا سارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما لما تكلم عن الدنيا قال: فامشوا في مناكبها، قال: فامشوا في مناكبها، هكذا كانت الدنيا. إذن هنا يقول الله تعالى: إنهم كانوا، يعني كأن المسألة هنا على التفسير، على التفسير مع التفصيل، يعني لما الله جل في علاه رزقهم هذا الرزق الحسن وسارع في الإجابة لهم، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون في الطاعة، في طاعة الله جل في علاه. وفي المشار إليهم قولان زكريا وامرأته ويحيى والثاني جميع الأنبياء المذكورون. والصحيح أنه يعني قالوا كانوا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا لجميع الأنبياء، لجميع الأنبياء، والسياق حاكم على ذلك، كما قلنا بأن كما قال الله تعالى: وذنوني إذ نادى ربه، وذنوني إذ نادى ربه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. والملائكة قالوا بأنهم كانوا كذلك. بس الليل خليها التوحيد، خلينا يوم الاثنين، وخلينا يوم فتاوى فقط يوم أحد بالليل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان يسبح، وذلك الملائكة قالوا ذلك تصريحا، يعني هذا تسبيح ممن كنا نسمعه من بعيد. فكل الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات رضا لرب الأرض والسماوات، فلما كان هذا حالهم كانت تقدمة من أعظم المقدمات من أجل استجابة الدعوات. لذلك قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. إذن عندنا صفات ثلاثة، من استجمع هذه الصفات فهو مستجاب الدعوة، عندنا صفات ثلاثة، من استجمع هذه الصفات صار مستجاب الدعوة. شاعر جزاك الله خير. فهنا الصفة الأولى المسارعة في الخيرات، والإنسان يعلم من نفسه أنه كلما سمع بخير سارع إليه وطبقه، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان متعديا متجاوزا، لكنه ما سمع بخير إلا وتمنى أن يكون من أهله. فإن كان كذلك فهذا على خير وفي خير، فهذا على خير وفي خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا على خير وفي خير. فإذا أول صفة من الصفات التي بها تستتم الخيرات لعباد الله جل وعلا في استجابة الدعوات المسارعة في الخيرات، المسارعة في الخيرات والطاعات بعد الطاعات. قال: إنهم كانوا يسارعوننا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذا رد على الطرق الصوفية، رد صريح على هذه الطرق الضائعة التائهة التي تقول كما ينقلون. أنا أرى كما قال الإمام الذهبي أن هذا لم يثبت، لكنهم ينقلون عن ربع العدوية أنها قالت: ما أعبدك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك ولكن حبا فيك. وهذا كلام باطل وكلام مخالف للسنن، وقد جاء عن الأنبياء الذين هم سادة الناس الذين خلقهم الله تعالى، هم قادة الناس، قال الله عنهم أنهم كانوا يدعوننا إيش؟ رغبا ورغبا. قال: ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا منا، أي رغبة فيما عندنا. والحديث صريح جدا: الملائكة الذين يسيحون في الأرض، يسيرون في الأرض، ينظرون يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فعندما يصعدون يعرجون إلى ربهم فيقول الله تعالى: ما يسألون؟ يقولون: يسألونك الجنة. مما يستعدون؟ يستعدون من النار. والآن هذا فعل عباد الله أهل الخير، فمنها أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، فهم بين خوف ورجاء، وهم بين خوف ورجاء، خروجا من الخوارج وخروجا من المرجئة، فهم وسط عدول، يسيرون سيرا طيبا. وأفضل الأمة الوسط العدول، كما قال الله تعالى عن هذه الأمة أمة الخيرية: وكذلك لعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقد قرأ الإمام الأعمش قال: رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، مثل النحل والنحل.
والسقم والسقم. وكانوا لنا خاشعين متذللين متضرعين، هذه الصفة الثالثة. يبقى عندنا صفات ثلاثة، وسيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصفة الرابعة. من استجمع هذه الصفات فليعلم أنه مستجاب الدعوة. من استجمع هذه الصفات فليعلم والله أنه مستجاب الدعوة وغير حانث ولن أتراجع عن يميني. وهذا يجربه المرء من نفسه. أولا أنه يسارع في الخيرات، ما سمع خيرا إلا وتمنى أن يكون من أهله، حتى ولو كان عصيا، حتى ولو كان يزل زلات تلو الزلات. أول هذه الصفات، اللهم اجعلنا منهم جميعا ممن يسارعون في الخيرات، يسمعون بالخير لا يتوقفون عنه. وهذه سامحوني سأقول شيئا، ويستمرون عليه، يعني الثبات عليه. يبقى إذن عنده صفة بصفتين، صفة بصفتين. الأولى أنه يسارع في الخيرات، وهذا لا يسارع في الخيرات إلا وثبت عنده هذه الخيرات. يعني هو ما أقام طاعة إلا وثبتها الله له، حتى ولو في معاصي سيئات، لأنه سبحان الله الذي يراد به خيرا قد يثبت الله له الطاعة ولو سحب منه الروح، روحها سحب الروح منها من أجل الزل الذي هو فيه حتى يعاود، فإن عاد عادت له الروح لكن تبقى كما هي، لأن الله إذا وهب ما سلب إلا إذا غير المرء من نفسه. إن الله لا يغير من قوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الأولى أنهم يسارعون في الخيرات، فثبت الخير لهم، ثبت الخير لهم وهم يسارعون في الخيرات أيضا. الصفة الثانية أنهم يسيرون إلى ربهم بخوف ورجاء، أنهم يسيرون إلى ربهم بخوف ورجاء، فهم وسط عدول لا غلو ولا جفو. والغلو هلاك، والجفو أسوأ من الغلو. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الثالثة مهمة جدا، أنه يظهر فقره ومسكنته لله جل وعلا. وكانوا لنا خاشعين متواضعين متمسكنين متضرعين. من استجمع هذه الصفات كان من عباد الله المؤمنين. من استجمع هذه الصفات كان من عباد الله المؤمنين الذين قد كتب الله لهم استجابة الدعاء، قد كتب الله لهم استجابة الدعوات. نعم، نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. رحمة الله بعباده المؤمنين. الله خالق الأسباب والمسببات، الله خالق الأسباب والمسببات. من أراد الخير فعليه أن يقدم الخير، من أراد الخير فعليه أن يقدم الخير، لأن الله جل في علاه يعامل الناس بما يعاملونه. ممتاز ممتاز ممتاز، بلغ المرام، حفظك ربي واسع عليك أمرك. الصفة الرابعة هو أن يكون مأكله حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، ربي يرضى عنك بلغ المرام، ذكرتنا في هذا. الصفة الأخيرة التي يعني خلاص نخليها خمس صفات بقى. فالصفة الأخيرة وهي أن يكون ملبسه حلالا ومأكله حلالا ومشربه حلالا. فمن استجمع هذه الصفات أقسم بالله لا يرد دعوته بحال من الأحوال، وهو مستجاب الدعوة، أقسم بالله غير حانث، فهو مستجاب الدعوة. من كان مسارعا في الخيرات وثبت له الخير، أن يسارع في الخيرات، وطبعا هذا مع ثبوت الخير الذي هو فيه، وأن يكون من الخوف والرجاء، وأن يتضرع خاشعا متمسكنا مظهرا فقره، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أن يكون ملبسه حرام، مشربه حلال، ملبسه حلال، مأكله مطعمه حلال، فهذا الذي يكون مستجاب الدعوة. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.